هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدي قناة مصر الزراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحصاد اللي هيمتد معاكم بإذن الله حتى العاشرة مساء. حابب أقول لكم كل عام وأنتم بخير. يعني إحنا في هذه الأيام المباركة في الكثير جدا من الروحانيات في شهر ذي الحجة، قربنا نستقبل مع بعض وقفة يعني العيد الأضحى، وكمان العيد الأضحى أعاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل خير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وفلاحين مصر كمان طيبين. يعني يوم 9/9 هو عيد الفلاح المصري، وإن شاء الله يعني مصر الزراعية مجهزة مجموعة كبيرة جدا من البرامج واللقاءات وتغطية شاملة لعيد الفلاح هنحتفل بيه مع بعض على شاشة قناة مصر الزراعية بإذن الله. يعني أعزائنا المشاهدين، حابين نقول يا ريت نستمتع بالعيد بشكل آمن، بشكل جميل، بشكل يفرحنا، نبعد تماما عن بعض السلوكيات الخاطئة والمش كويسة وبعيد عن أخلاقنا كمجتمع مصري اللي بتفقد العيد فرحته. ياريت نحتفل مع بعض ونحافظ على النظام، نحافظ على نظافة الشوارع، نستمتع كمان بلحم الأضاحي. كل عام وأنتم بخير من غير ما نفرط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كمان نتمنى أن العيد ده يخلو تماما من مظاهر التحرش في الشوارع، نحافظ على نظافة كل الحدائق والمنتزهات وأماكن التجمع. أكيد الدولة لها استعدادات كبيرة جدا في هذا المجال، يعني هنلاقي الأمن والشرطة والمرور والمطافي والإسعاف في كل مكان. يعني الدولة المصرية أكيد هتأمن العيد الأضحى بشكل أو بآخر على أكمل وجه إن شاء الله. كمان شايفين استعدادات وزارة الزراعة بتوفير لحوم الطازجة والمبردة واللحوم البلدية في كل منافذ وزارة الزراعة، بالتعاون طبعا مع كمان القوات المسلحة اللي بتبذل مجهود كبير جدا في توفير كافة مستلزمات العيد. يعني بنتمنى إن شاء الله أنه يكون عيد سعيد عليكم بإذن الله. أعزائنا المشاهدين، خلينا نستعرض مع بعض مجموعة من الأخبار اللي انتقناها بعناية وتعودنا معاكم دايما أن احنا نستهل بيها يعني الحلقة بتاعتنا النهاردة. يعني عايزين نرحب بضيف مصر العزيز وزير خارجية الإمارات اللي التقى النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في ضوء ما يربط البلدين الصديقين من تعاون بناء في مجالات تخدم الطرفين وتحقق مصالحهما، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومعنا تعليقا على هذا الخبر الأستاذ أحمد سامي مسؤول ملف رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير. يعني العلاقات المصرية الإماراتية أكيد بتتميز بروابط قوية جدا، يمكن من زمان قوي. يعني الشيخ زايد رحمة الله عليه من الشخصيات اللي لها أثر إيجابي عند كل المصريين، وأكيد العلاقات لم تنقطع يوما، وشفنا قد إيه كان الدعم قوي جدا في الفترة اللي فاتت لدولة الإمارات العربية لجمهورية مصر العربية. يعني ربنا ما يحرمنا من هذه الأخوة وهذه الروابط الجميلة. يعني أكيد يا فندم تم مناقشة مجموعة من الموضوعات في هذا اللقاء، ممكن حضرتك تفيدنا بها؟ بالتأكيد طبعا، امتداد للروابط التاريخية اللي تربط بين مصر والإمارات. النهاردة الاجتماع الرئيس مع وزير الخارجية الإماراتي ركز على ثلاث حاجات. أول حاجة العلاقات الثنائية اللي حضرتك اتكلمت عنها، والعلاقات وكيفية تأثير الأحداث اللي بتحصل في المنطقة إقليميا، والتدخلات الخارجية، الدول الخارجية بتدخل في المنطقة وخاصة منطقة الخليج. رئيس السيسي أكد أو أعاد تأكيده أن الأمن القومي العربي وخاصة أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر لن تتوانى أبدا تقديم أو مد يد العون والمساعدة والمساندة والدعم لجميع الدول العربية اللي ممكن يهددها أي خطر أو أي تتعرض لأي عدوان خارجي. الجانب المصري والإماراتي أكدوا على ثوابت العلاقات السياسية اللي بينهم،
اللي هي من ضمنها ان نمنع تدخل اي طرف، محاوله اي طرف خارجي تدخل في الشؤون الداخليه للدول العربيه كافه، وان اي دوله تقدر تمس الامن واستقرار المنطقه العربيه اللي في نفس الوقت بيتاثر في المنطقه الاقليميه. دي كانت المحاور الاساسيه في اللقاء الرئيسي النهارده مع وزير الخارجيه الاماراتي، فضلا طبعا عن التعاون الثنائي، وان مصر اكدت على ضروره تعزيز العلاقات السياسيه والاقتصاديه والعسكريه والامنيه مع الجانب الاماراتي. اكيد، يعني الفتره اللي فاتت يا فندم شهدت نوع من انواع التعاون الاقتصادي كمان في يعني في البناء وفي اعمار اعاده اعمار الدوله المصريه واعمار مناطق جديده واستصلاح اراضي بالاضافه الى مشروعات سكنيه، يعني كانت مشروعات كمان في مجال المواصلات. يعني هل في نوع جديد من انواع التعاون المشترك هيتم بين الامارات ومصر في القريب العاجل؟ بالتاكيد في اتفاقيات توقعت بين الجانبين ومذكرات تفاهم عديده، وفي الامارات لعب اساسي في تنميه محور قناه السويس، وفي برضه في العاصمه الاداريه الجديده تدخل استثمارات كبيره، وفي منطقه قريبه من العاصمه الاداريه الجديده منطقه الشيخ محمد بن زايد وزارها في مصر قريبا، ورئيس السيسي تفقدها المنطقه دي في فجر احد ايام الجمعات لما كان في زيارته الى مصر. هو تعاون مشترك بين الجانبين، الامارات تدعم مصر اقتصاديا في الفتره الحرجه اللي تمر بها مصر بعد 5 سنوات عجاف، وده من قبيل رد الجميل الى الشيخ الكبرى مصر. التعاون مشترك، الجانبين بيستفيدوا منه، الامارات مستفيد من المشروعات المصريه، لان هي طبعا يعني مصر لا تتنافس مع الامارات طبعا لبعد المسافات، فمن مصلحه الامارات ان هي تركز استثماراتها في المشروعات القوميه اللي بتعملها مصر في الفتره الاخيره، لانها ترجع الاستفاده على الجانبين ان شاء الله. باذن الله. يا الاستاذ احمد سامي مسؤول ملف الرئاسه رئاسه الجمهوريه بجريده الاهرام، بشكر حضرتك جدا على المداخله يا فندم، شكرا. بنستكمل معاكم اعزائي المشاهدين اخبارنا. تاني خبر النهارده بيقول شريف اسماعيل يترأس اجتماع الحكومه الاسبوعي لضبط الاسعار بحضور وزير التموين الجديد. عقد اليوم اجتماع الحكومه الاسبوعي برئاسه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمتابعه الملفات الامنيه والاقتصاديه وتقارير الوزراء المختلفه وتوفير السلع وضبط الاسعار بالمحافظات استعدادا لعيد الاضحى. وشارك الاجتماع وزير التموين الجديد سيادة اللواء محمد علي الشيخ الذي أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس الأربعاء. طبعا ده كان تاني أخبارنا، وحيعلق عليه أستاذ عيسى مرشد مدير تحرير جريدة الأخبار ومسؤول ملف مجلس الوزراء. أهلا وسهلا أستاذ عيسى. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين الكرام بخير. وحضرتك طيب يا فندم وينعاد على حضرتك بالخير يا رب. طبعا يعني النهارده على مصر كلها يا رب، اللهم امين. يعني طبعا يا سياده اللواء محمد علي الشيخ ادى اليمين الدستوريه امس، يعني يمكن في كتير جدا من الملفات ما لحقش ان هو يفتحها، ما لحقش ان هو يطلع عليها، لكن خلينا نقول النهارده هل هو كان مستعد لهذا اللقاء ولا كان وجوده يعني بس ان هو موجود في مجلس الوزراء، ولا هل كان هو له مجموعه من الاراء والتوجيهات؟ لا، سياده اللواء يعني كان حاضر وشارك مشاركه فاعله في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وتم استعراض التكليفات اللي وجه بها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذها ليست لوزير التموين فقط ولكن للحكومه باكمل هيئاتها. يكفي ان المجلس اعلن النهارده التاكيد الكامل على ضروره توفير كافه السلع الاساسيه والغذائيه الضروريه للمواطنين بالكميات وبالاسعار المناسبه، والتركيز على فتح المزيد من المنافذ الثابته والمتحركه في الاماكن اللي هي اكثر احتياجا في المناطق الشعبيه وفي محافظات الصعيد بالاضافه الى المحافظات الاخرى، وده عشان الوفاء باحتياجات الناس خصوصا واحنا على ابواب عيد الاضحى المبارك. المجلس اكد على اهميه ضروره مشاركه الوزارات المختلفه والهيئات على ضروره التنفيذ وتكثيف الحملات الامنيه والرقابه بهدف السيطره على الاسواق، وده بيعتبر منع لاستغلال المواطنين او احتكار اي سلعه من السلع.
الحكومة أكدت أن السلعة موجودة وبالجودة وبالأسعار المناسبة، وبصفة خاصة اللحوم اللي معروض منها كميات كبيرة في المنافذ اللي هي في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ المتحركة التابعة للقوات المسلحة والجهات المختلفة. وأنا بأرى أن دي لولا هذه المنافذ لكان كيلو اللحم وصل إلى أكثر من 125 جنيه. أنا بقول الإجراءات على وزارة التموين أن تتخذ الإجراءات بالتعاون مع وزارات الداخلية والحكم والتنمية المحلية لتكثيف الرقابة على الأسواق، وهناك مجموعة من الإجراءات والخطوط التي أعدتها الحكومة للإبلاغ عن أي مخالفات أي محاولات للاحتكار لأي سلعة من السلع الأساسية أو الاستهلاكية، وده بيعتبر ضرورة مهمة في هذا الشهر. أنا بأرى أني تم عقد تقرير شامل عن نتائج زيارة الرئيس إلى الصين والهند وضرورة التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب الاستثمارات، خصوصا متابعة الاتصالات مع الشركات الهندية والصينية عشان تشارك بفاعلية عندنا في المشروعات المختلفة وبصفة خاصة في منطقة قناة السويس. احنا لازم نستفيد من الخبرات الصينية والهندية في المجالات الخاصة بتطوير الإدارة المحلية والصناعات الدوائية وصناعة الأمصار واللقاحات. أنا بأرى أن ما اتخذه المجلس من إجراءات عاجلة لمنع أي اختناقات بالنسبة لسوق البوتاجاز إجراءات تحقق الوفرة وتحقق السيولة وتمنع أي شيء لا يمكن قبوله بالنسبة للمواطن، خاصة أن توجيهات المهندس شريف إسماعيل لوزير البترول المهندس طارق المد كان حازمة زيادة المعروض من البوتاجاز وتوفير شحنات إضافية عشان عمليات التركيز في المرحلة اللي جاية. وأنا بقى زيادة المعروض ليصل إلى 1.1 مليون أسطوانة، ده بيعتبر بداية حقيقية لتوفير الاحتياجات بصورة عاجلة وبصورة فاعلة عشان نقدر نفذ احتياجات الناس في العيد، وبالإضافة إلى توفير الكميات الإضافية بالنسبة للاستهلاكات الخاصة بالنسبة للبوتاجاز. تم الموافقة على عدد من التشريعات الجديدة اللي هتدعم التنمية في المرحلة اللي جاية. هذه التشريعات بتعتبر ضرورة مهمة في المرحلة الحالية، زي التشريعات الخاصة بالجمعيات الأهلية، التشريعات الخاصة بالأوتوبيسات النهرية واستخدامها في استخدام الملاحة النهرية بصورة كبيرة، في مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في كمان وزارة التجارة والصناعة نفذت وافقت على رخص 8 شركات جديدة للأسمنت، وتم التوجيه باستكمال الإجراءات الخاصة بعمليات ضبط هذه الإجراءات. أنا بأرى كل هذه الإجراءات خطوات مهمة على طريق التنمية والإخلاء بمعدلاتها في المرحلة اللي جاية والوفاء بالاحتياجات، وبالإضافة إلى أن هناك عدد من التشريعات اللي تم إقرارها، هذه التشريعات سيتم إحالتها إلى مجلس الدولة لإحكام الصياغة التشريعية لها والقانونية تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في المرحلة اللي جاية. بإذن الله. أستاذ عيسى مرشد مدير تحرير جريدة الأخبار ومسؤول ملف مجلس الوزراء، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. بنستكمل معاكم أعزائنا المشاهدين أخبارنا استجابة لدعوة الرئيس، الرقابة الإدارية تشن حملة على محطات البنزين. شنت الإدارة العامة لهيئة الرقابة الإدارية منذ قليل حملات مفاجئة على محطات الوقود بالشركة العامة بالحي السادس بمدينة نصر للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وتوافر السلع التموينية للمواطنين. وأكد المقدم حسام رشاد أن الحملة غرضها الرقابة على توافر السلع التموينية لدى المحطات، وذلك في إطار الحملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكد من وصول السلع التموينية لمستحقيها. كمان معانا خبر له علاقة بالتموين، وزير التموين يصل مكتبه 7 صباحا ويوجه قيادات الوزارة بتوفير كافة السلع. يعني طبعا ده مش بعيد ابدا عن حد من المؤسسة العسكرية، حيث حضر اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم الى مقر مكتبه بديوان عام الوزارة في 7 صباحا في اول ايام عمل له بعد حلف اليمين امس. كما عقد الوزير صباح اليوم اجتماعا مع كافة قيادات الوزارة للاطلاع على كافة الملفات المطروحة حاليا والتي يأتي في مقدمتها وفقا للأولويات توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين
في منافذ الحكومة، وخاصة التي تواجه أزمات في الفترة الحالية من حيث النقص المعروض منها وارتفاع أسعارها وفي مقدمتها السكر. كما ناقش وزير التموين مع قيادات وزارة التموين الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى وطرح اللحوم للمواطنين سواء الطازجة أو المبردة أو المجمدة والمستوردة. كمان معانا خبر الكسب غير المشروع يطلب تحريات الأجهزة الرقابية حول وقائع فساد القمح. قال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع أن المستشار عادل السعيد رئيس الجهاز طلب من عدد من الجهات الرقابية تحريات حول ما تتضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد القمح، والذي تضمن وقائع فساد وإهدار للمال العام والتلاعب في التوريدات للصوامع والشون، فضلا عن قيام أصحاب الصوامع بعمل توريدات وهمية لأقماح في السجلات رغم وجود نقص آلاف الأطنان على أرض الواقع، وكذا قيامهم بخلط الأقماح المحلية بالمستوردة فضلا عن سوء التخزين الذي أدى إلى إتلاف الأطنان من القمح. وأضاف المصدر أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع طلب من هذه الأجهزة تحريات حول مدى تورط الأطراف والجهات المذكورة بتقرير لجنة تقصي الحقائق في عمليات فساد القمح من عدمه، خاصة وأن التقرير حمل المسؤولية القانونية لفساد منظومة القمح لعدد من المسؤولين على رأسهم الوزير المستقيل خالد حنفي وعدد من المسؤولين بالوزارات والجهات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة القمح. طبعا في خبر هيهم الرأي العام جدا، الرأي العام غاضب جدا من حادثة قطار العياط، وأكيد هيكون في مجموعة من الإجراءات الصارمة للوقوف على أسباب هذا الحادث. حجز سائق قطار العياط وعمل التحويل لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق. أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة بحجز سائق القطار قطار العياط وعامل التحويلة واثنين من مساعديهم لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة حول حادث انقلاب قطار العياط. وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من هيئة السكك الحديدية لتحديد أسباب وقوع الحادث، حيث تعمل اللجنة على فحص إشارات التحويلة وعدادات السرعة للقطار لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انقلابه وتحديد المسؤول عن هذا الحادث. والجدير بالذكر أن ثلاثة من عربات القطار رقم 80 المتجه من القاهرة إلى الصعيد انقلبت، مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المركزي بالعياط والبدرشين لتلقي العلاج، وأن الإصابات تنوعت ما بين كسور وسحاجات وكدمات، بعضها خطير والبعض الآخر حالته مستقرة. يا رب بنتمنى السلامة لكل المصابين، وبنعزي أنفسنا قبل أي حد، وبنعزي يعني أسر الضحايا. يمكن امبارح في مداخلة يعني مع أحد المسؤولين عن رابطة مراقبة الأبراج، يعني كان الكلام بيبتدي بالقضاء والقدر، وأنا تماما رفضت موضوع يعني القضاء والقدر على عيننا وعلى رأسنا، لكن القضاء والقدر يعني لما يتكرر أكتر من مرة ويبقى له علاقة بأرواح الناس لازم نقف عنده وقفة كبيرة، لازم نحاسب نفسنا ولازم نقف على مين المسؤول وياخد جزاءه تحديدا. كفاية قضاء وقدر، يعني شبعنا وفيات من القضاء والقدر، كفاية قوي. بعثت الحج للجمعيات تسلمت اليوم المخيمات من مكاتب المطوفين السعوديين. كل عام وأنتم بخير. تسلمت البعثة الرسمية لحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس مخيمات الحجاج من مكاتب المطوفين السعوديين في عرفة، تمهيدا لتسليمها لمشرفي الجمعيات الأهلية الذين يمثلون محافظات الجمهورية. نتمنى إن شاء الله يكون الحج مبرور والذنب مغفور، وكل حجاجنا يرجعون بالسلامة، وكل حجاج العالم الإسلامي كله وكل مسلمين العالم يحتفلوا بهذا الموسم في يعني في كل فرحة وسعادة، ويرجعوا لذويهم بخير إن شاء الله. كمان معانا خبر سعيد، ارتفاع جماعي محدود لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة نهاية هذا الأسبوع. أما عن تفاصيل الخبر، استهلت البورصة المصرية تعاملات الجلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي محدود لكافة المؤشرات، وارتفع مؤشر إي جي إكس
30 بنسبة 1%، وصعد مؤشر اي جي اكس 50 بنسبة 6%، وقفز مؤشر اي جي اكس 20 بنسبة 5%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس 70 بنسبة 4%، وكذلك اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 3%. ومعنا تعليقا على هذا الخبر استاذ حمدي ابو العباس خبير اسواق المال. السلام عليكم استاذ حمدي. استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني كيف ترى حضرتك هذا الارتفاع الجماعي المحدود في بورصه اليوم؟ هو في الحقيقه ان كان ارتفاع المؤشر البورصه الرئيسي النهارده 52%، هو ارتفاع طفيف، يعني ارتفاع ضعيف برضو في نهايه التداولات النهارده الخميس اخر ايام الاسبوع وقبل عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. فطبعا سجل المؤشر 8188 نقطة، وطالما طبعا المؤشر اي جي اكس 30 اللي هو المؤشر البورصة الرئيسي فوق 8000، ده برضو ده بيدي مؤشر جيد يعني، واطمئنان لجميع المستثمرين. يعني هو الفترة اللي فاتت كان اللون الأحمر هو اللون الغالب على أسهم البورصة، يعني النهاردة احنا سعداء بأن احنا بنشوف اللون الأخضر تاني. هو اللون الاخضر فعلا ظهر النهارده، لكن بعد العيد ان شاء الله هيبقى في اتجاه شرائي مكثف من جانب المؤسسات المصريه والاجنبيه. طبعا ده بيعزز ان موضوع صندوق النقد طبعا هيقوم باقراض مصر بالمبالغ اللي هي متفق عليها حوالي 12 مليار دولار على 3 سنوات. فطبعا ده في المرحلة الجاية هيدي مؤشر جيد للمستثمرين ان هم يبدأوا يدخلوا البورصة ويتعاملوا من خلال شراء الأسهم يعني بكفاءة. طبعا ده مؤشر جيد بالنسبة اللي هو المؤشر 8000 نقطة، المؤشر فوق 8000 نقطة، ده مؤشر جيد بالنسبة للمستثمرين. النهاردة بلغت قيمة التداولات 367 مليون جنيه، وهي نسبة تعتبر ضئيلة يعني طبعا، أو قيمة ضعيفة بالنسبة لقيم التداول اليومي. يعني المفروض المرحلة اللي احنا جايين فيها طبعا التداول سوف يزيد، يعني ممكن يبقى فوق 700-800 مليون، وده مؤشر جيد. ايوه. المؤسسات المصرية النهاردة اتجهت نحو البيع طبعا، والمؤسسات العربية والافراد هم اللي اشتروا بنسبة 54 مليون جنيه تقريبا، بمبلغ 54 مليون جنيه اتجهوا طبعا للشراء، والمؤسسات العربيه اشترت بحوالي 19 مليون ونص فرق صافي يعني. ده متوقع الاداء ده قبل العيد طبعا، ان يبقى كان في ذبذبه جامده ومايله للهبوط. طبعا في ضغوط على الاسهم في المرحله اللي فاتت ديت، لكن متوقع ان هو بعد العيد ان شاء الله هيبقى في اداء جيد للمؤشرات كلها، ونتمنى طبعا ان هذا يؤدي الى انتعاشة في البورصة في المرحلة القادمة. طب يعني ورأي حضرتك يا فندم في إجراءات الدولة المصرية النهاردة، يعني اتجاه الإتجار بالعملة والتلاعب بسعر الدولار، هل يعني تثبيت سعر الدولار بشكل أو بآخر هيكون له أثر إيجابي على البورصة المصرية في الفترة المقبلة؟ هو بالنسبة لتثبيت سعر الدولار، هو طبعا بالنسبة للبورصة المفروض إن سعر الدولار ما يكونش فيه سعرين للدولار في السوق، يعني المفروض السعر يقارب السعر اللي هو متداول والسعر اللي هو بيحاول التجار يشتروا بيه السلع من الخارج. لكن هناك فرق سعرين، ده بيؤدي الى نظام ذبذبه عاليه جدا في اداء البورصه، وبيحصل فيه عدم تقييم جيد للاسهم، فبالتالي سوف تحدث عمليه الذبذبه دي باستمرار. انما لو خفض الجنيه المرحله اللي جايه بشكل قانوني، ده هيؤدي طبعا ان المستثمرين بيقولوا ان طبعا لازم الجنيه يكون مساوي لثمن الدولار بالفعل الفعلي في السوق، عشان الموضوع الاستيراد يتم بكفاءه، ويتم برضه موضوع تصدير السلع. فده هيؤدي يعني، انت المفروض المرحله اللي جايه ان الناس تتوقع طبعا، والمستثمرين بيتوقعوا تخفيض الجنيه مره اخرى،
في المرحله القادمه برضو علشان موضوع صندوق النقد الدولي بيطالب ان لازم يكون القيمه العادله للجنيه مساويه للدولار، يعني ما ينفعش يبقى في سعرين موجودين في السوق. يعني استاذ حمدي ابو العباس خبير اسواق المال، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله. معانا كمان خبر بيتكلم عن هيئه الدمغ والموازين، دمغ طلبات مصنعي الذهب عيار 14 استعدادا لطرحه في العيد. اكد العميد محمد حنفي رئيس مصلحه الدمغ والموازين ان هناك عددا من الطلبات تقدم بها مصنعو الذهب لدمغ كميات اضافيه من الذهب عيار 14 بعد ان طرح بالاسواق الشهر الماضي، لافتا الى ان اول كميه كانت 50 كيلوغرام، وستطبع المصلحه باقي الكميات التي يطلبها المصنعون. وأضاف حنفي أن تجربة الإقبال على شراء الذهب عيار 14 ستختبر خلال فترة العيد الأضحى والتي تشهد رواجا نسبيا في شراء الذهب، كما أنها تعتبر فترة تجريبية لتحديد مدى تقبل المستهلك لهذه النوعية من الذهب عن الأنواع الأخرى عيار 18 و21 و24 المتداولة في الأسواق المصرية. كما أشار حنفي إلى ضرورة تغيير الثقافات المنتشرة بين المستهلكين وتقبل الأنواع الجديدة من أعيرة الذهب، خاصة أنها معترف بها بالبورصات العالمية. وأضاف أن دخولها السوق المصرية سيساعد الكثير من الفئات، خاصة الشباب المقبل على الزواج، في معاودة الإقبال على الشراء بعد عزوف الكثيرين نتيجة ارتفاع سعر جرام الذهب الذي يصل إلى 500 جنيه للجرام. والله يعني انا شايف ان في موضوع تغيير الثقافات، احنا محتاجين نغير ثقافات كتير قوي، يعني مش بس ثقافه الذهب 21 و24، لازم نتقبل يعني الذهب 14 لان هو ذهب معترف به في العالم كله، ولازم نعرف كده ان ذهب 14 ده موجود في اسواق العالم كلها. احنا هنا في مصر بقى موضوع ان احنا يعني نقف قوي عند ذهب 18 وذهب 21، انا شايف ان ذهب 14 احسن 1000 مره واقيم 1000 مره من الذهب الصيني. يعني لازم كده نواجه مشاكلنا بشكل يعني واقعي، نكون واقعيين يا جماعه، الدنيا بتتغير، لان احنا اذا التزمنا بنفس الفكره خلاص بقى، يعني كل واحد بقى يروح يجيب لعروسته كيلو ذهب زي ما كانوا بيعملوا زمان. الدنيا بتتغير، لازم نغير ثقافتنا شويه، نكون اكثر تحضرا، نتماشى مع الواقع يعني، ونكون اكثر لطفا. وكمان بدعو كل الاباء النهارده، اباء البنات والشابات، ان بعدم المغالاه في طلبات المهور وفي طلبات يعني الذهب والشبكه وما الى ذلك، يعني نتذكر كده كلنا ابتدينا حياتنا ازاي، كلنا بقى، كل الناس اللي اتجوزت وربت وبقى عندها اولاد ابتدوا حياتهم ازاي، ابتدى حياتهم يعني من الصفر او من بعد الصفر كده بدرجه واحده، نكون اكثر تعقدا. معانا كمان يعني الارصاد الجويه بقى، نحب نطمنكم على حاله الجو. طقس عيد الاضحى معتدل على جميع انحاء الجمهوريه، وكمان العظمى بالقاهره هتكون 33 درجه. أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن يسود طقس معتدل على كافة المحافظات الساحلية، ويميل الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار. أما الليل بقى فيكلمنا عنه الدكتور أحمد عبد العال نفسه رئيس هيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب وينعاد عليك العيد بالخير. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. وحضراتكم طيبين. يعني انا بقى ما ينفعش كده اقول النشره الجويه وحضرتك موجود ابدا، فخلينا ناخدها من حضرتك، انا اتعودت اخدها منك الصبح، يعني المره دي هناخدها منك بقى بالليل. طمنا كده على جو العيد الاضحى، كل عام وحضرتك طيب. حاضر، كل سنه وانتم طيبين جميعا. في حقيقه الامر هو طبعا هناك هيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحراره يبدا من غدا على كافه انحاء ما بين درجه ودرجتين. انا مش عايز اقول ان هو ارتفاع لانه ده درجه درجتين مش هتفرق كتير، لكن احنا بننوع عنهم لانه مع بدايه العيد باذن الله هتبدا الدرجتين دول ينزلوا، وينزلوا كمان معاهم اكثر من درجه كمان. بالتالي هيكون الجو ماء الحراره اثناء الجمعه والسبت والحد، هيبقى ماء الحراره على السواحل الشماليه، حاره الوجه البحري والقاهره حتى شمال الصعيد، فدي حراره الصعيد. يبدا مع بدايه العيد ان شاء الله هيبقى معتدل على السواحل الشماليه، وهيكون على اغلب الانحاء هيبقى جو لطيف ان شاء الله، والناس بتعيد.
يعني ده جو مثالي للتصيف. يعني حضرتك بقى النهارده بتنصح بقى الناس ان هي تنطلق كده في العيد وتروح بقى للمصايف للسواحل الشماليه كده وتهيص يعني. طبعا يعني هيكون ان شاء الله يكون عيد مبارك على الجميع، وينزلوا كل المتنزهات سواء في القاهره سواء في اي جهه في مصر، الجو هيبقى فيها في العيد ان شاء الله جميل جدا وقابل للتنزه في اي مكان في مصر. جميل. دكتور احمد عبد العال، حضرتك عارف طبعا ان فتره العيد دي بتبقى فتره سفر، يعني في ناس كتير بتتنقل بين المحافظات، فهل من المتوقع بسبب ارتفاع درجات الحراره بشكل او باخر ظهور الشبوره المائيه على الطرق السريعه والطريق الصحراوي وطريق العلمين الطريق الزراعي ولا لا؟ اكيد طبعا هيبقى هناك في شبوره مائيه ولكنها تبقى خفيفه، يعني مع طلوع الشمس في بدايه النهار كده تبدا تنقشع، لكن اللي هو بيحب يسافر في قبل طلوع الشمس بيتوخى الحذر لان هناك تبقى شبوره هي خفيفه صحيح، ولكن بتقلل الرؤيه الافقيه على هذه الطرق، فنرجو ان هو يتخذ الحيطه ويقلل سرعته طالما قدامه الرؤيه مش كويسه. يعني انا عارف برضو ان القراءات الدقيقه بتكون يعني قبل اليوم نفسه باربع ايام نقدر ناخد كده يعني توقعات شبه مظبوطه، لكن خليني كده طمني على حاله السواحل للناس طبعا اللي هتنزل السواحل وهتبتدي بقى يعني مراكب الصيد يمكن في منها هيشتغل في فتره العيد، الناس اللي عايزه تصيف حاله الموج هتبقى عامله ازاي في البحر المتوسط والبحر الاحمر؟ البحر المتوسط قابل لجميع اعمال الملاحه، البحر الاحمر لان هناك نشاط على الاحمر نشاط الرياح، فبالتالي بتكون المضطرب، فبالتالي احنا بنحذر الساده الصيادين اللي هينزل في عرض البحر او اي واحد هينزل في عرض البحر يتوخى اقصى درجات الحراره. جدا يعني دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. يعني أعزائنا المشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا الإخبارية، كل عام أنتم بخير. يعني هنطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم عن موضوعين في منتهى الأهمية. الموضوع الأول هيكون عن أحكام الأضحية والشروط الشرعية للأضحية والشروط الشرعية كمان لعمليات الذبح وتوزيع اللحم، كل ده هيكون معانا في فقرة بإذن الله هيكون ضيفنا فيها الشيخ محمد رمضان عضو المجلس العربي والدولي لعلماء المسلمين، وفقرة الكبير اللي تعودنا عليها دايما في برنامج الحصاد، كل ده هيكون معاكم بعد فاصل قصير تابعونا. هذا البرنامج برعايه